مساء النور للجميع، إن شاء الله تكونوا بألف خير وألف صحة جيدة. الحب والعاطفة، شو مخبيت لنا هيدا الأسبوع يا ترى؟ وما هي الأحداث اللي ممكن نكشف عنها هيدا الأسبوع ابتداء من الحمل انتهاء بالحوت؟ مساء النور وأهلا بكم وين ما كنتم حول العالم. بليز عملوا اشتراك، شير، لايك، سبسكرايب. أنا ميا الجندي. حمل أسبوع جميل جدا للراحة النفسية، للكلام، للتفاهم على أمور كثيرة. الحب والعاطفة لا تعني دائما بس الشريك، أوكي؟ المحبة وين ما كان، مع الأولاد، مع الأسرة، مع الأخوات، مع نفسك، مع نفسك، مع ذاتك، مع ذاتك، مع الناس اللي بيشتغلوا معنا بالعمل، مع إحساسنا أنه نحن إنسان متكامل. فلما بقول الحب والعاطفة، هي ليست فقط للعلاقات العاطفية أو الزواج أو الشريك أو غيره، ولكن هيدا الأسبوع عم شوف الحمل، البعض منكم عنده اختيار ما بين شريكين. الشريكين وضع جدي، مالي جيد، وضع جيد، طاقاتهم جيدة وجديين في علاقتهم معكم. ممكن يكونوا أشخاص هن بيحددوا حياتكم في المستقبل القريب أو البعيد، أو ممكن يكونوا شركاء هن اللي رح تختاروا منهم شريك العمر أو شريك الزوجي أو شريك الزوجة أو غيره. طاقات هدول الأشخاص على الأغلب مائي، ترابي وهوائي، يعني دلو، عقرب، وأيضا عم شوف ثور، وعم شوف أيضا مال أو شيء له علاقة بالمال متعلق بهالشركاء أو بهالشراكة. جايز أنتوا عم تختاروا شريك يكون ماديا مرتاح أو شريكة ماديا مرتاحة، أو جايز عم بتفتشوا على نوع من الشراكة العاطفية اللي تعطيكم أمان مالي. كل الأحوال أحد الأشخاص سيتدخل بحياتكم للتسلط على حياتكم العاطفية بطريقة أو بأخرى. بجوز ما يقولوا أنه بخصوص العاطفة، يقولوا بخصوص شيء تاني. ممكن يكون في ابتزاز أيضا لبعض التسلط على العاطفة والمال، انتبهوا. أما الأشخاص اللي عندهم هذه القراءة بطريقة إيجابية، فتفسيرها حيكون التالي: اختيار ممكن ما بين شريكين، الشريكين وضعهم المالي جيد، الوضع للمستقبل جيد، بس الاختيار كتير صعب. خذوا رأي الموجودين حواليكم، خذوا رأي الناس اللي حواليكم، وحاولوا تشوفوا ما هو الأنسب. الحمل في الحب والعاطفة هذا الأسبوع مصالحات كتيرة من أشخاص أو شركاء، خلوا عنكم، تركوكم، بعدوا عنكم، أو ربما صار بينكم وبينهم خلاف. كل الأحوال رح تحلوا كتير من الأمور مع العائلة، مع الشريك، مع الحبيب من الماضي، أو الحبيب اللي عم بحاولوا يرجعوا يتواصلوا معكم. لسبب من الأسباب الطريق مسدود، انخطبتوا، سكرتوا التليفون، بلكتوهم، انتقلتوا من المدينة، هناك شيء مسكر هذا الطريق، ممكن طريقة تفكيركم أو فكركم. حمل اكتبوا لي بالتعليقات شو عم يصير معكم. بالتوفيق. مولود برج الثور، الحب والعاطفة هذا الأسبوع شو عم بصير معنا؟ في الحب والعاطفة الثور تماما مبتعد عن الشعور العاطفي داخل العلاقة، اللي عندهم علاقة حزينين جدا، مش عم بيكون عندهم إحساس بالسعادة داخل هالعلاقة أو داخل الزواج. شايفتكم بحاجة لاهتمام أكتر، بحاجة لعطاء من الشريك أكتر، بحاجة لأنه يكون في حب أكتر بحياتكم. لذلك هيدا الأسبوع عم شوفكم في بحث عن شريك جديد، حب جديد، علاقة جديدة، أو عطاء جديد، لأنه الشعور بعدم الكمال أو الشعور بالوحدة للبعض منكم، أو الشعور بالملل من الناحية العاطفية اللي صلكم فترة مش واضحة عندكم، أن الأوان إنها تتغير.
نساء الثور تحديدا، الشريك اللي وعدكم بالزواج، الشريك اللي كان ناوي انه يتزوج او يحصل هذا الشيء، فجأة لقيتوا حالكم انتم مش مقتنعين، او مرق سنة او اكتر او سنوات وهذا الشيء لم يتحقق، الان بلشتوا تبعدوا عن هذه الفكرة او هذا الموضوع، بلشتوا تبحثوا على علاقات اخرى اما قديمة او من الماضي، او تقارنوا ما بين اللي عم بيصير والوعد اللي نوعد. رجال الثور، رجال الثور في الحب والعاطفة هيدا الاسبوع بلاحوا الاصغر عمرا، اوكي، وهذه الشركاء اللي اصغر عمرا منكم عم بيعطوكم جزء قليل من الاهتمام اللي لازم تحصلوا عليه، لانه مهتمين بنفسهم فقط. اما العلاقات الثلاثيه اللي دخلتوها او انتم فيها، فعم شوف بعض الخلافات عم تنشب بهذه المواضيع. ثور اكتبوا لي شو عم يصير معكم بالتعليقات، بالتوفيق. مولود برج الجوزاء في الحب والعاطفه هيدا الاسبوع. جوزاء هيدا الاسبوع عاطفيا صراحه عم بفتش على حل لعلاقه انتهت او فشلت او خلصت، بس بده كمان يشوف دعم مالي من هذه العلاقه. جايز عم تتعرضوا لانفصال، لطلاق، لابتعاد عن شريك كان عم يساعدكم ماليا، او انتو كنتوا عم تساعدوه ماليا، او انتو اتنين كنتوا عم تساعدوا بعض، والان حابين تتخلوا عن الشراكة بس خايفين من الشق المالي. كيف رح يكون؟ كيف رح اتصرف؟ شو رح يصير معي؟ اللي بقلكن يا انه ما تخافوا، لانه حيجيكن شريك جديد كنوع من الانقاذ، جوز مش بالضرورة هلأ أو هالأسبوع أو هاليومين، ولكن هذا الشيء سيحدث قريبا. رح يكون عندكم تعويض، إما أنتوا بتعوضوه ماليا لوحدكم، أو يأتي التعويض من أشخاص آخرين. بس تنتبهوا من الشخص اللي عائد من الماضي، أو الصبية أو الست اللي عائدة من الماضي، لأنه ما رح يعطوكم الأمان اللي بدكم إياه، حتى لو وعدوكم وحتى لو كان الماضي القريب. جوزاء انخدعتوا كتير في الحب والعاطفة، تقلبت عندكم أشياء كتيرة، ما عم تقدروا توصلوا للشريك اللي يريحكم أو الشريك اللي مية مية يعطوكم راحة. في كتير أشياء مدفونة تحت الرماد مثل الجمر المخبى، عندكم طاقات كتير مكمونة ولكنها مخباية، ما عم تقدروا تعبروا عن هذا الحب وهذا العطاء اللي بداخلكم. ليش؟ شو السبب؟ اكتبوا لي بالتعليقات. متى ما قدرتوا تطلعوا هذه الطاقات رح تقدروا تحلوا الأمور العالقة. اللي داخلين بعلاقة ثلاثية من الجوزاء رح يحافظوا على العلاقة الثلاثية، لأنه صراحة مستفيدين جدا منها. بالتوفيق للجوزاء. عزيزي وعزيزتي مولود برج السرطان في الحب والعاطفة هيدا الأسبوع، علاقة الحب الجديدة اللي دخل فيها البعض منكم عم بحاول يعمل فيها موازنة، هيدي الأشخاص اللي دخلوا في علاقة جديدة، الأشخاص اللي already هن بعلاقة عم شوف كتير من النزاعات والخلافات، عدم التفاهم، وأحيانا بتقرروا بتكون تتركوا أو بترجعوا بتغيروا رأيكم، بس مش عم تقدروا تتخلوا عن بعض، خصوصا اللي عندهم علاقات مع الدلو الجوزاء والعقرب. والسبب انه هذه السموم في العلاقة هي اللي عم تخليكم دائما بصعود وهبوط، صعود وهبوط، لذلك ما عم تقدروا تتركوا. في تحدي، في تشالنج، يوم بتقرروا خلص اخذت قرار، تاني يوم تلاقوا شيء جديد حصل، بصير في سسبنس مثل افلام الاكشن. علاقاتكم بهالفترة بدها انتباه اكتر، اهتمام اكتر لداخلكم، لشخصيتكم انتو، لنفسيتكم انتو، احبوا ذاتكم سرطان، تحصلوا على الشريك الصحيح. في امينكم انفصلت او ترك الشريك او الشريكة، ولكن الاوراق الرسمية لم تنتهي، وهذا الاستنداف العاطفي، هذا الشريك لن يعود، اوكي، اللي انفصلوا باوراق انفصلوا ولكن الاوراق الرسميه لن تنتهي، وبعدكم ناطرين، ما عم تقدموا الوراق،
هذا الشريك لن يعود، العلاقة لن تعود. شو بيقول المثل؟ اقطع عرق سيح دم، أعتقد هذا المثل المصري. تحية لجميع الدول العربية وأخواننا بمصر ومتابعيني من مصر. أعتقد بيقول اقطع عرق سيح دم، بعتذر إذا نزعت المثل، بس آن الأوان إلى أن cut the umbilical cord، بالأمريكاني الحبل السري صار لازم نقطع. أوكي، سو بالتوفيق للسرطان، لتلاقوا سعادتكم. أنتم بحاجة للسعادة، لهلأ ما دقتوا طعم السعادة، ما دقتوا طعم الراحة، دائما عم تحاولوا ترضوا الشخص الآخر. لأمتى؟ طيب أنتوا أمتى بترضوا؟ بالتوفيق سرطان. عزيزي وعزيزتي مولود برج الأسد، الحب والعاطفة هيدا الأسبوع شو سبب الحزن؟ الحزن، هناك اكتفاء بيولوجي أو رح أقول جنسي، بس ما في اكتفاء عاطفي. أوكي؟ بتقدروا تعملوا كل شيء في الجسد بس ما عم تقدروا تشغلوا القلب، شاكرة القلب واقفة، خوف من فتح القلب، خوف من المشاركة، خوف من العطاء، لدعنا قبل هلأ، ما بدي أعطي، انحرقت قبل هلأ، خدعوني، كذبوا علي. أوكي، بس هذه الأمور بتصير. قلت لكم قبل هلأ في مثل بيقول الذي لا يقتلك يقويك، what doesn't kill you make you stronger. سو أنتوا هلأ صرتوا أقوى من قبل، لازم ندخل التجربة. الشريك اللي طلع من العلاقة حابب يرجع بس ما بعرف، ما عم تتركوا له مجال، ما عم تتركوا مجال للحديث للتفاهم، مع انه انتو كمان بدكن يا يرجع، بس عم توجهوا الشق القوي منكن، انا قوي رجعت اوكي، ما رجعت اوكي، ومن جوا بدكن يا يرجع. عبروا، استخدموا الصوت، الكلام. اسد بعض منكن على علاقة مع العقرب والحوت والسرطان، هذه العلاقة ستكون جيدة بس لا تلاحقوا الأصغر عمرا لأنه سيستغلوكم. أما علاقتكم مع العذراء الميزان بالوقت الحالي فداخلة بمشاكل كثيرة، وبعض أسباب هذه العلاقة ومشاكلها المال. فشوفوا شو عم بيصير معكم من ناحية المالية، اعملوا موازنة وحلوا الأمور القليلة. بالتوفيق للأسد. عزيزي وعزيزتي مولود برج العذراء، في الحب والعاطفة هيدا الأسبوع شو مخبي لكم؟ العاطفة جيدة، اتصالات كتير من الشريك من الحبيب، تفاهم على كتير أشياء، خصوصا العذراء متزوجين رجال ونساء. أما العذراء بشكل عام فعم شوف عندكم أيضا انتباه للعمل أكثر من انتباه للعاطفة، انتباه للمال، فيكن تابعوا المال والأعمال كل نهار أربعة بالبرج العام. عذراء هيدا الأسبوع أنتم في تخبط ما بين قضاء وقت مع الشريك أو قضاء وقت في مكان آخر، فبتكون تقرروا 100% لأنه قلبكم مقسوم نصين، نص مع العائلة الأسرة اللي عنده أولاد اللي عنده أشياء أخرى، ونص مع الحبيب أو الشريك، وعندكم هذا النوع من عدم تحديد بأي اتجاه بدي روح. الحنية زايدة كتير مع أنه أنتم ما بتعبروا من الخارج، ما بتبين أنه عندكم حنية، لكن حنيتكم الزائدة بهذا الأسبوع عم تضيعكم. عليكم بتهدئة العواطف، التركيز لحتى توصلوا للحل. من الماضي ما في حدا كتير راجع هالأسبوع، بس في تغييرات كتيرة. أسبوع عاطفي جيد، حددوا الاتجاه. بالتوفيق للعذراء. عزيزي وعزيزتي مولود برج الميزان، بدو قراءة خاصة لي على www.mjtarot.com لشراء القراءات الخاصة. ميزان، في الحب والعاطفة تغيرنا كتير، صار عنا بعض التفاهم مع الشريك، حددنا بعض الأمور اللي بدنا إياها، أشخاص اللي ما بدنا إياهم وبعدنا مرتبطين فيهم إلى الآن لم نجد الجواب لسبب أو لآخر، يمكن خايفين مثل ما بيقول متى نخرب بيتنا.
بس بدي أقلكن إنه الشريك سيحدد هو شو بده. أوكي، الشريك بهالحالة هو رح يقرر إذا بيبقى أو بيفل، والقرار تابع إلى الشريك مش لإلكن هيدا الأسبوع. من ناحية الزواج بالنسبة للميزان، هيدا مش كتير أسبوع زواج، ممكن ينحكى بالزواج بس مش بالضرورة يصير حفلات كتيرة أو أشياء كتيرة. بس بالأيام القادمة هناك كتاب أو زواج أو أوراق رسمية تتعلق بخطوبة أو زواج أو فرح مبروك. محاولات كتيرة لإعادة شريك سابق أو التفاهم مع شريك انفصلتوا عنه أو عم تنفصلوا عنه، ممكن هذه المحاولات تصير إيجابية وتقدروا تحققوا العودة. عم شوف عندكم لخبطة عاطفية كتير، الفكر كتير مشغول، القلب كتير مشغول، داعم كل الاتجاهات. بعد منكم اللي انفصل عن شريك من الماضي ودخل بعلاقة جديدة، بعض المعلقات لا تزال موجودة في حياته، إما ذكريات أو أوراق أو غيره. عليكم بحل هذه الأمور بالتوفيق. عزيزي وعزيزتي مولود برج العقرب، الحب والعاطفة هذا الأسبوع، شو مخبيلكن؟ عقرب صراحة عندكم بعض الهدوء العاطفي هذا الأسبوع، عم تسيطروا على الوضع، عم تخلوا الأمور كما هي، ماسكينه هيك للشريك تحت إيدكن، لا بيروح هيك لا بيروح هيك، واقف مطرحه، بس انتو ما عم تعطوا كتير سو، انتو بحاجة تعطوا لأنه صار عندكم ملل. طلعوا معه على العشاء، خذوه بموعد رومانسي، جيبوا هدية، تبادلوا الهدايا، غيروا الأسلوب الروتيني. بعض من العقارب عندهم حب جديد قادم وزواج مرتبط بأولاد. أوكي، في عندكم أولاد وزواج مرتبط بأولاد، بالتوفيق اللي عندهم زواج قريب ومبروك. عقرب عم يركز أيضا أكثر على الشريك اللي عنده راحة مالية أو على أمواله بهالفترة. هيدا الأسبوع في توازن للبعض منكم، هدوء على الصعيد العاطفي، في بعض النجاحات العاطفية اللي قد تؤدي إلى مكسب مالي، ممكن مع الأسرة مع الأصدقاء مع الشركاء. بالتوفيق للعقرب. عزيزي وعزيزتي مولود برج القوس، ما هو وضعكم العاطفي هيدا الأسبوع؟ القوس نجاح على صعيد الحب والعاطفة، تفاهم مع الأشخاص الجدد اللي حيدخلوا حياتكم، وتفاؤل كبير بعلاقة جديدة مرقت على البعض منكم هلأ عم بتعيشوها، رح تحمل أخبار جيدة. دولاب العاطفي معكم هيدا الأسبوع بشكل جدي وإيجابي، تفكيرات كتيرة بالمال أكثر من العاطفة. المال ما رح يأثر عليكم هذا الأسبوع، حتكونوا كرماء على الشريك وعلى العائلة وعلى الأسرة، رح تغيروا مبادئ جديدة، رح تتقربوا أكثر للأطفال، الزوج أو الزوجة، لأنكم حاسين بنوع من الحنية تجاههم وتغيير الفكر أو تغيير العقل عن المشاكل اللي مريتوا فيها قبل. أما الأشخاص اللي ما عندهم حب فعم شوف حب قديم قادم لألهم، والأشخاص اللي حابين يجددوا الحب مع الجوزاء هيدا الأسبوع مش نصيحة، طولوا بالكم. بالتوفيق للقوس. عزيزي وعزيزتي الجدي، شو مخبيلكم هيدا الأسبوع في الحب وفي العاطفة؟ أسبوع حب جميل جدا رائع، أخبار بتجيكم من بعض الأشخاص أو المعجبين فيكم من فترة طويلة، وعلى الأغلب أنتم تحت المراقبة من هذه الأشخاص، ما عم بيقدروا يعرفوا يوصلوا لكم أو يتواصلوا معكم، ممكن تكونوا بلكتوا بعض أو بلكوكم أو بلكتوا أو انتهى، ولكن الموضوع لن ينتهي وهناك عودة لهذه العلاقة السابقة التي لا تزال عم بتدق الباب. افتحوا الباب، استقبلوا الشريك أو الشريكة الجدد. الأشخاص المتزوجين من الجدي هذا الأسبوع عندهم هدوء، تركيز على العائلة، تركيز على الأسرة، تركيز على الشريك، واللي عندهم أولاد مراهقين عندهم تركيز على الأولاد المراهقين. بعض الأشخاص اللي كان عندهم زواج على سفر واقف بهالفترة، إما لأنه الأوراق مش عم تمشي أو لأن التوقيت غير مناسب.
بتقدروا تغيروا أشياء كتيرة عاطفية، اشتغلوا على ذاتكم هذا الأسبوع وهناك نجاح في تحقيق الأمور العاطفية. بالتوفيق للجديد. عزيزي وعزيزتي مولود برج الدلو، كيف أنتم والعاطفة هيدا الأسبوع؟ الدلو دايما مشغول، فكره مشغول، عقله مشغول، قلبه مشغول، ما عارف مين بده، كيف بده، بأي طريقة. يعني ممكن يكون عنده ذكرى من الماضي بعدها بفكره وهو بعلاقة بس ما عم يعطيها 100%، فلذلك عم شوف تشويشات كتيرة من اللي حواليكم. ممكن لأنه هذا الأسبوع اجتماعيا رح تكونوا مع ناس كتير، ناس كتير رح تورجي إنها معجبة فيكم، جايز ما يكون في تركيز على الحبيب أو الشريك. كمان عم شوف إنه أنتو خلقكم ضيق صاير، مش كتير عم تعطوا مساحة لنفسكم لتكونوا تتنفسوا، تاخدوا فرصة، تروحوا إجازة، أوكي؟ ففي كتير يعني مثل المحل اللي معبى كتير 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 أشياء ما في مجال للتنفس فيه، سو أنتوا بحاجة للراحة النفسية، بحاجة للجلوس مع النفس، بحاجة لتنظيم الأمور الداخلية، بحاجة لقطع العلاقات مع الماضي، لأنه صراحة هناك علاقات كتير جاي لكم بس مش عم تنجح، سو بليز قولوا لي شو السبب، انتو خبروني، انا بعطيكم الحل بس انتو خبروني ليش العلاقات مش عم تنجح. بالتوفيق للدلو. عزيزي وعزيزتي مولود برج الحوت، الحب والعاطفة هيدا الاسبوع. الحوت تعبان هذا الأسبوع لأنه بحس أنه في خيانة من الشريك. الخيانة ما ضروري تكون خيانة مع أشخاص، ممكن خاننا بعدم إيفاء عهد أو وعد، أو خاننا بحكم تصرف معين، تصرفه أو تصرفته وكان غير متوقع. بس الحوت عم يمر بتغيير عاطفي، رح يغير حياته، رح ينتقل عاطفيا من مكان إلى مكان بالفكر بالقلب، وحيحل أموره بطريقة كتير ذكية. رجال الحوت بهالفترة عندهم حركة عاطفية كتير كبيرة، وخصوصا مع أشخاص من نفس العمر أو نفس المستوى، وهذه العلاقات بدكم تنتبهوا منها صحيا، أوكي؟ أما نساء الحوت فعم شوف لقاءات مع الحمل الدلو الحوت إيجابية جيدة، وعلاقات جديدة، ومعرفة لمجموعة جديدة من الناس أو جروب من الناس ممكن تتعرفوا عليهم تصيروا أصدقاء، أو تصيروا أصدقاء أنتوا هن يكونوا السبورت جروب، الجروب اللي بيعطيكم المجموعة، تعطيكم الدعم المالي العاطفي المهني اللي هو النجاح. حاليا في الحوت هذا الأسبوع عاطفيا تغييرات كتيرة عاطفية جديدة، توافق مع معظم الأبراج، وعارض لعلاقة ثلاثية فيها تطور، أو إذا كانت اوريدي موجودة ففيها تطور. اكتبوا لي بالتعليقات شو عم بيصير معكم حوت. بعض الأشخاص اللي كانوا غيرانين منكم عم يلحقوكم ليشوفوا إذا أنتوا في علاقة مع شريكهم أو شريكتهم، بدكم تنتبهوا منهم لأنه بجوز يعملوا لكم بعض المشاكل. بجوز ما يكون شريك أو شريكة، ممكن يكون الكراش تبعهم. بالتوفيق للحوت. شكرا للحوت وكل الأبراج، عملوا اشتراك شير ولايك، بشوفكم بعد شوي بالبرج اليومي. تصبحوا على ألف خير.